مصطفى تكلمتوا على النفاق الاجتماعي، باش كنا نعرفوا شنو كنت تقصد بالضبط. طرحت النفاق الاجتماعي على انه اليوم فيما يخص الاجهاض، كاين 600 حالة اللي كتجهض يوميا، رغم انه كنعرفوا بانه القانون الجنائي كيجرم الاجهاض، وبالتالي تروح على المسألة ولا السجن لا الطبيب لا اللي تدير الاجهاض اللي دارت الاجهاض، وبالتالي انه ما تكونش القانون اللي كينظم هذه المساله باش تدير شروط طبيه صحيحه بانه الطبيب محمي والمراه اللي كتلجا لهذه القضيه كديرها في شروط حسنه هو حق من حقوقها، انه ما تقبلش هذه المساله سواء من طرف اجهزه ديال الدولة أو لا كاع حتى إلا كان كاين اللي كيتغطى بالمجتمع، فهذا هو نفاق اجتماعي. جريم العلاقات الرضائية الجنسية خارج إطار الزواج بالنسبة للبالغين هذا نفاق اجتماعي، كيدخل ضمن الحرية الفردية اللي هي الأصل، علما بأنه سن الزواج اليوم المعدل هو 29 عام، و 29 عام ما غيجلسوش البنات والولاد غيتسناو تيوصلوا ل 29 عام وتيتزوجوا عاد يديروا علاقات زوجيه ما كاينه دارها حتى واحد، وبالتالي هذا نفاق ديال الساسه وديال ديال ديال المجتمع بالنسبه لدوك اللي كيدافعوا على هذا. السي مصطفى، واش ما تشوفوش ان النهج الديمقراطي القاعدي في طريقه الى الاندثار؟ حنا ماشي النهج الديمقراطي القاعدي، اولا هذيك واحد الفصيل طلابي اخر ما عندنا به علاقه. نقول النهج الديمقراطي. النهج الديمقراطي علاش غيمشي للانتصار؟ النهج الديمقراطي حركة يسارية، حركة غير قابلة للانتصار، لأنه حنا استمرارية ديالها وحنا باقي قائمين، وكاينة تنظيمات يسارية ماركسية أخرى، وكاينة تنظيمات يسارية ديمقراطية قائمة وكتناضل في الساحة. يمكن نختلفوا حول قضايا ولكن يمكن نتلاقيوا حول قضايا عديده، وحنا بالعكس حنا كنضروا على اساس انه نبحثوا على القواسم المشتركه اللي نناضلوا عليها بشكل مشترك، وتنقولوا بانه المستقبل لنا اللي غينضاطروا هما هاد الاحزاب اللي اندمجوا واللي ولا وجودهم وعدمهم بحال بحال. شكرا جزيلا سي مصطفى، شكرا.